السلام عليكم إخوان أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد كنقدمه. كنشكركم بزاف الأخوات والإخوان اللي كيتصلوا بيا. هذاك يعني الحمد لله جعلني نكون يعني فرح وسعيد لأن هذه الفيديوهات يعني يجبروا ناس كيعاونوهم يعني يستفدوا منهم، وهذا هو يعني كما كنقول لكم هذا هو الهدف ديالي، ان اكبر عدد يستافد يكون عنده شويه ديال المعلومات باش ما يبقاش تلفان. يعني البروسيسو جديد، يعني كل شيء جديد، كل شيء وتيليماتيكو. بالنسبه للناس اللي ما قادرينش يديروا تيليماتيكو، انا تناقشت بزاف مع الناس اللي كيتصلوا بيا، اذا ما قدرتيش غلب الله سير قدمني شان هذا للريجستر السيفيل، حط يعني دفع الدوسي ديالك ونيشان وهني راسك بلا ما تمشي عند محامي. يعني اذا ما كنتيش قادر على انك تخلص مبلغ 500 اورو، اتصلوا بيا الناس بزاف بزاف بزاف. يعني بعض الاحيان كنسمع شي كلام ماشي هو يعني ما كيعجبنيش، لان يعني بزاف ديال ماشي نقولوا المحامين، كاين محامون او كاين اشخاص بغاو يستغلوا هذا البروسيسو الجديد باش يربحوا فلوس على ظهر انسان اللي يعني حنا مهاجرين كنجيو كنهاجروا كنخدموا كنضربوا التماره. ديك الفلوس اللي كنمشيو نخدموا بهم راه فلوس، خصوصا في هذه الايام هذه راه كنتعبوا عليهم بزاف بزاف. انت كتجي واحد مثلا سمعت واحد طلب له 5000 اورو، علاش؟ لا ماذا منكر، هادشي غير معقول على الاخوان اللي ما قدرش يعني يمشي عند محامي اسباني. يعني هذوك مزيانين، حتى هما مزيانين، اذا بغيتو ديروا تيليماتيكا وتخلصوا 500 اورو ان هذاك بده محامي وخصو يعيش وخصو يصرف، يعني فهمتيني كيطلب ديك المبلغ. اذا بغى يطلب 500 يطلب 500، كاين اللي كيطلب اقل، فهمتيني يعني. ولكن 500 كيبان لي ثمن شويه معقول، ماشي 5000 اورو او بزاف. المهم بين قوسين كانت هذه الهضره، اللي ما قدرش منكم انه يمشي عند المحامي يعمل هادشي يمشي يدفع نيشان عند الريجستر سيفي، فهمتني؟ غادي تعطل شويه ولكن الغالب الله هو هذا. معنا ما ندير. المهم هذه اللي كتشوفوا هنا هي الكونفيغوراسيون ريكومندار. كاين بزاف الناس كيعيطوا لي كيقولوا لي اودي حنا كنوصلوا حتى لاخر حاجه اللي هي الاوتو فيرما، بس الاوتو فيرما ما كنقدروش نزيدوا لانه ما كيكونوا يعني فاتحين في الكروم ولا فاتحين شي موتزيلا، هذا ما يخدم لهمش. هنا الكونفيغوراسيون ها انتم كتشوفوا هنا هي الكونفيغوراسيون كيجي كيقول لكم يعني ويندوز 7 اكسبلورر 11، يعني هذا اللي غادي يخدمكم، فهمتيني؟ يعني يخدمكم في ديك اللحظه ديال اوتو فيرما، ما تصيفطونيشان ديك الدوسي ما تفيرميوها. وخصكم الجافا تكون في 1.8 او لا سوبيريور، ها هما كيكتبوا لكم، فهمتيني؟ هذه هي الصفحه ديال مينستريو الخوستيسيا، نقلوا الرابط هو الفوق اذا بغيتو. وكيقول لكم يعني بالنسبه للسيرتيفيكاتو ديجيتال اس ريكومندابل رياليزر اون سيمولاسيون. السيمولاسيون انا نوريكم كيفاش كت في هذه الصفحه هذه. هذه الصفحه هذه انتم شفتوا تشوفوا كيفاش كندخلوا. هذه السيدة الكترونيكا بالي. المهم هذه الصفحه المعروفه. قبل ما تدخلوا يعني طبعا كتجيو من هنا كتدخلوا ملي كتضغطوا على هذا الرابط هذا كيطلع لكم السيرتيفيكات ديالكم، طبعا خصو يكون منزل. ولكن كاين واحد اللعيبه هنا مهمه بزاف، هي هاد كومبريواتو سيتو اكيبو كومبلي كون لو ريكيسيتو بار ريليسار التراميت. كتضغط عليه هنا بحال اللي كيجي هو كيدير لك واحد سيمولاسيون بالي. هنا كيقول لك كونفيغوراسيون ديتيكتادا ديك لو بيانس نافيغادور ما عندكش. انا طبعا انا ما عنديش هنا الاكسبلور 11 بلوغ ان. هنا كيقول لي شركم يندك توليثر سو بلوغ ان جافا، اذا خصني نضغط على هنايا باش ديك الجافا هذيك الجافا واحد اللعيبه عندنا خصنا ناكتواليثارو. حنا قبل هادشي شرحنا شنو خصها تكون اونكم كونتوتشو بالي. هنا كيجي حنا اوتنتيفيكاسيون ديال سيرتيفيكادو مي سيرتيفيكادو ديجيتال او ديني الكترونيك. حنا نختارو من سيرتيفيكادو ديجيتال، نعملو سيمولار لا فيرما كيقول لك اسبيرا اونوس سيكوندوس كومبريبي que el applet sea cargado correctamente y vuelva a intentarlo. En aquí cuál es el resultado de la comprobación. El trámite que desea realizar necesita los componentes pendientes
de validación. Le recomendaremos que realice una simulación. Vale. كده ضغطنا على هذه نشوف شنو تعطينا. فوالي هنا كنمشيو عادي لهذا. يعني الاخوان شنو كنبغي نقول لكم، ان كاين واحد الريكيسيتوس، كاين واحد كونفيغوراسيون، يعني شنو نقول لك، هادشي ديال لافورماتيك، واحد كونفيغوراسيون معينه، كونفيغوراسيون خص ضروري تكون عندك. يعني اذا ما عندكش اكسبلورر 11 بلا ما تحمق راسك باش تعمل اوتو فيرما. انا كنهضر على اوتو فيرما باش تطلع المعلومات اول مره، كنطلع على الاوتو فيرما النهائيه. فهمتوني؟ نتمنى على ان هذا الفيديو ينفعكم مع الاخوه، ومع السلامه.